طيب قبل ما نكمل تليفوناتنا اتفضل. طبعا اعلق بسرعه كده في عجاله عشان نقول الاسباب الحقيقيه اللي ما فيش امل الا لازم تتغير هذه القرارات ولازم يحصل اصلاح تشريعي والا العمليه يعني داخلين في سد داخلين في نفق مظلم. اصلاح تشريعي طبعا، بس اتكلم على دور الطرق والكباري ودور وزاره النقل. وزير النقل لما بيجي بغض النظر عن المجهودات اللي بتبذل طبعا ما نقدرش ننكرها، لكن نتكلم بصراحه لان تعليمات الرئيس لازم تنفذ. اولا وزاره النقل وزير النقل بيجي مهمته او طبيعه عمله رفع كفاءه شبكه الطرق والحفاظ على ارواح المصريين، الا انه الحقيقه بنيجي نهدم شبكة الطرق ونهدر أرواح المصريين. إزاي؟ سنة 2000 طلع قرار وزاري مش غرامة زي ما سيادتك بتقول، ده قرار من وزارة النقل بدل ما تقول ممنوع الحمولة بتدي شرعية. قرار من وزير النقل بيقول إيه؟ قرار رقم 28 سنة 2000 في 31/1/2000 نشر في جريدة الوقائع المصرية في 9 فبراير 2000 في العدد 32. بيقول ايه؟ سيبك من الحمولة دي خالص، ما فيش حاجة اسمها الحمولة، يجوز ليك انك تحمل اكتر من اللازم زي ما انت عايز طالما تدفع لي رسوم. ده قرار بيدي شرعية، لو سمحت حمل اكتر من اللازم بس هتدفع لي 20 جنيه عن الطن الزيادة. فبيجي يعمل ايه بقى؟ يعني بدل ما وزير النقل يقول لا ممنوع والتزام شرعان، يقول لا حمل زيادة. هذا القرار مطبق لحد يومنا هذا، كل وزراء النقل متواترين عليه، يعتبر تمن إهدار أرواح المصريين ما يحصل وإهدار شبكة الطرق. إحنا هنفتتح طرق هنحافظ عليها ولا نهدرها؟ كلام على طول الخط هنلغي. لا مش عايز الغاء، ما انا لسه هكمل بيقول لك لا 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 الكلام ده هيختلف. لا 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 مش حقيقي. في ايه؟ مع الاعتذار. ليه بقى؟ اولا انت بتقولي ايه هما بيعملوا ايه دلوقتي؟ بيقول لك في جوه المينا هخليه يلتزم. طب لما انت قبل ما تقول لي عايز التزم، القرار ده تقدر تلغيه ولا ما تلغوش؟ ما تلغيه لو انت جد، لو انت جد الغيه. يعني هيبقى استثناء على قد المينا بس. هو مدي يعني قرار بالشرعيه. لا لو سمحت الغي القرار اللي موجود دي نمره واحد. لا لا مش هتلغيه. اتنين بنقول ايه؟ في المينا هيلتزموا. هو بس في المينا اللي بيحمل زياده وشركات الشحن دي اللي فوق دي ولا اخره؟ ملهاش القصه كلها في المينا ايه؟ المينا كانت بتاخد فلوس واحنا بناخد فلوس والطرق والكباري بتاخد فلوس، هنوحد الكارتة. طب نسمع جمله اعتراضيه مش مهندس. لسه هكمل بس ما كملش. عشان بس يعني يرد عليك ويقول لك لا لا ده كام. فهو طبعا مش مقتصره الحمولات الزياده على المواني، لا الشركات اللي بره الشحن كلها حمولات زياده. اتنين ايوه لو انت جد الغي القرار وزير النقل. ايه رايك يا باشمهندس؟ الغي القرار قول انه ملغي. طب حفظ يا مجدي بيه. اتفضل. الاستثناء هي الغرامه. الاستثناء ايه؟ الغرامه الاساس في لا الموضوع. لا انا بتكلم في قرار موجود معايا. مفيش اسمه. خليني بس اتكلم بس. ده مش غرامه. خليني اتكلم بعد اذنك. مش غرامه. انا بسمعك من ساعتها. ده رسوم تحصل. أنا مش غرامه. انا بسمع حضرتك. الغرامه دي تحصل عن طريق طيب بس خليه عشان ما انا بصلح بس المعلومه. الاساس في الموضوع هو مصادره الحموله. وهتشوف الايام اللي جايه مصادره ليه؟ مفيش قانون بيقول مصادره. يعني هتغيروا في القانون ده؟ مش هيتغير. موجود فقرات في القانون تفعل. قرار وزير النقل. وانا متاكد ان الدكتور سعد جوشي هيغيرها. ده قرار مش قانون. احنا داخلين على مجلس الشعب وفي مجموعه. يا بيه ده مش قانون عشان يلغي مجلس الشعب. ماليش دعوه بمجلس الشعب. قانون المرور بيسمح. ده موضوع تاني. هو اللي هيغير. انما القرار يلغى بقرار من وزير النقل او من رئيس الوزراء او من رئيس الجمهوريه. الاساس في الموضوع هتبقى مصادره. بل احنا طلب مصادره. ما تقدرش تصادر. قانون المرور بيمنع المصادره. ما تقدرش تصادر. بل احنا مش ده قرار من وزير النقل. يملك وزير النقل ان هو يغير القرار ده ويلغيه او يعمل حاجه ثانيه. اعتبره وشايف الصعوبه في كده ايه؟ ايه الصعوبه في كده ايه؟ ليه تتحدى المشاهده بالنسبه لوزاره النقل؟